شكرا عميلة المرضى، ونشكر أيضا شركة أوزون عزيزة الدراوي أيضا، بغيت نشكرهم بزاف. اسم ديالي حسنة فردوس، عاملة نظافة مدينة صفرو. فاليوم فزت السن ديالي 22 سنة، فاليوم فزت باللقب ملكة الجمال. فكنبغي نشكر اللي اختاروني بزاف وداروا فيا الثقة، كنبغي نشكر اللي هما سهروا على هذا برنامج ديال ملكة الجمال، كنبغي نشكرهم بزاف. واليوم العالمي للمرأة، فما بقاتش اليوم العالمي للمرأة ما بقاتش ربات بيت فقط، فولات المرأة المغربية وصلت واحد المرحلة اللي هي مرحلة عالية جدا، اللي هي ولينا كنلقى المرأة في عدة المهام، كنلقاوها يعني كعاملة نظافة، كعدة مهام يعني كتقضيها المرأة. فولات مقارنة مع رجل ما بقاتش نهائيا شي فرق نهائيا، فولات وصلت واحد المستوى اللي هو زوين بزاف بزاف. فاليوم انا فرحانه بزاف، وكنبغي نقول للمراه المغربيه فشكرا ليك بزاف بزاف، وكنبغي نقول لها يوم العالمي للمراه ففرحي براسك بزاف، فكنبغي نقول لهم شكرا لكم على حسب العمل ديالي اللي كنقوم به، على حسب السيكتور اللي انا كنخدمه مزيان، على حسب المستوى ديال الاخلاق. فولات هذا يعني ولات دابا يعني ما بقاش يعني ما كاينش الفرق نهائيا ما بين الراجل ما بين المراه، فولينا بحالنا بحال الراجل، يعني كاين واحد شويه ولكن ماشي بزاف، فهذيك شويه بالعكس انا كاين واحد شويه ولكن ماشي بزاف. النظره ديال المجتمع فماشي اغلب النظره ديال الناس فمزيانه، يعني ما بقاتش فانني ولينا كنلقاو المراه في جميع الوظائف في جميع المهام، يعني ملي كنقول جميع المهام فممكن نلقاوها عامله نظافه، ممكن نلقاوها كتسوق، ممكن نلقاوها يعني كتادي العمل ديال الرجل او اكثر. ما كاينش ناس تخلي نهائيا، فما كاينش انك النظره ديال المجتمع انك يدي على النظره ديال المجتمع، ف ما كاينش اصلا لاش تدي عليها اصلا النظره ديال المجتمع، فهذا عمل جيد. كنهنيهم بزاف وكنوجه لهم التحيه، وكنقول لهم ايضا شكرا بزاف، شكرا لعمليه النظافه وشكرا للمراه المغربيه بصفه عامه. فانا اختار الدومين هذا فانا كان مناسبني فلعده الاسباب، داك الشيء علاش انا اختاريته، فمناسبني وعاجبني هذا الشيء علاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.